ملياردير وتنتقل، الوزراء ينتقلون، المحافظون ينتقلون، والشعب اليمني يتطلع نحوكم. هل أنتم أسوأ نخبة مرت في تاريخ اليمن؟ سلمت لهم القيادة في هذه المرحلة ولم يكونوا على المستوى أن يقودوا البلد. اليمن بعد 10 سنوات من هو حليفها؟ من صدق معها من التحالفات؟ من بقي لها من الصداقات؟ اليمن بعد 10 سنين خسرت كل شيء، خسرت سيادتها، خسرت اقتصادها، خسرت أبنائها، خسرت حلفائها، خسرت موقعها في بين العالم والدول وبين الأقليم، ولم تقني إلا كل الويل والثبور. هذه المفاوضات السعودية الحوثية السرية التي تجري الآن على مصير اليمن، أيمكن القول أن الشرعية في أنفاسها الأخيرة وأنها ستتحول بعد فترة وجيزة جداً إلى عمال وموظفين صغار أمام عبد الملك الحوثي؟